برنامجكم الحواري الشبابي جينيراسيون نيوز كيضرب لكم موعد خاص نهار الحد لمناقشة عمل وزارة الشباب 2012 والمشاريع ديالها 2013. شنو طبق؟ شنو مازال ما طبق؟ شنو هي الملفات الرئيسية اللي كتهم الشباب المغربي؟ وشنو هي هموم وانتظارات الشباب؟ بحضور سي محمد أوزين وزير الشباب والرياضة، يشارك في الحوار المفتوح كذلك الفنان توفيق حازب الملقب بالدون بيغ، البرلماني الشاب مهدي بن سعيد، والمسؤول عن قطاع الشباب حكومة الشباب الموازية شعيب الأزهر. كونوا في الموعد مع جينيراسيون نيوز نهار الحد 23 ديسمبر مع الربع على ربع.